ومن الأمثال السقطرية المثل القائل أظهم أي يعرض عظا والعنتي إلو يفورد، هكذا يقال باللغة السقطرية. أما المعنى في اللغة العربية فيقول لا الظلام الدامس ولا الجن ولا أي مخاوف أخرى تمنع العاشق من الوصول إلى معشوقه. ويضرب هذا المثل في العاشق الذي لا يستطيع شيء أن يقف أمام حبه لمعشوقه مهما كان هذا الشيء. وقياسا عليه يضرب المثل في الإصرار على تحقيق الهدف والغاية في أي شيء وتحقيق الشغف مهما كانت العوائق، وليس فقط في موضوع الحب والهيام.